بليغ لما كان في الغربة كان أولا بيعشق تراب هذه البلد، بيعشق تراب مصر، فكان بيقعد يكتب على مصر حب كأنه بيغازل حبيبته اللي مش قادر يروح لها ولا قادر يشوفها. كنا بنقعد نعيط من الكلام اللي كان بيكتبه ويقوله. كان عاشقا لتراب مصر. أنا أعتقد إنه مصر هي اللي فرمته، يعني أنا ما شفتش حد بيحب مصر ولا تراب مصر زي بليغ. يعني ما تقف عند جملة يا حبيبتي يا مصر، إزاي دي اتعملت وبأي إحساس وبأي نبض؟ بليغ حمدي ما كان يستطيع إنه يعيش برا مصر أكتر من 3 أيام. كان بيحب مصر وعاشق لمصر، كان دايما يقول إن أنا هخرج بفن بلدي إلى العالم، أنا هعمل من ألحان وأنغام بلدي مزيكا تغطي العالم كله عشان يعرفوا مين هي مصر. أقول لك إن بليغ في عز أزمته وهو عايش في باريس عمل غنوة اسمها رغم البعد عنك، غنوة اللي عملها لمصر وسجلها بصوته وجاب فرقة موسيقية على حسابه من العالم العربي عشان يسجل هذه الأغنية بصوته ويبعتها كغنوة لمصر وهو بعيد في غربته.